تحياتي المصرية للاتصالات، وماذا نرى لهذا السهم الذي ما زال يتداول في وقف خسارة مستويات 29 جنيه؟ وقلنا في آخر تحديث لسه شراء الالتزام بالستوب عند مستوى 29، وما زال السهم ممتاز جدا للشراء للبحث عن قمة جديدة عند مستويات أول هدف بالنسبة لنا ومستويات 45 جنيه ونص، والهدف الأهم بالنسبة لنا هو مستويات 48 ونص، وممكن الموجة تتعملق وتكسر مستويات 50 جنيه. وقلنا في آخر تحديث إن احنا عملنا دورة سعرية على هذا الشكل، ده بالنسبة لنا كله كان بيج 1 بيج 2، ده كله 3 وعملنا 4 وما زلنا بنستهدف الموجة الخامسة والأخيرة. لو رحت على فريم صغير ونروح على فريم الخمس دقايق ونشوف الحركة اللي حصلت، حتى الآن حركة السهم إيجابية جدا جدا، واللي حصل تصحيح طبيعي من قبل تكملة الاتجاه الصاعد. ممكن يكون التصحيح كان متأثر بالخبر، ولكن حتى الآن التصحيح طبيعي وما زال السهم في مناطق ممتازة جدا جدا شرعيا مع الالتزام بالوقف عند مستوى 29 جنيه. وبالتوفيق.